جينا البيت القصيد عاشور العاشر عشان بيان بيت القصيد شبه هذي عاشور العاشر واحد واثنين وثلاثة أنا ليش طيب قبل قلت لك الماركي والبوان تاع واحد اثنين ثلاثة أنت قلت خدمت ناس من اللي حسيتي واحد واثنين وثلاثة وبعد ما لقيت وش تزيد تبد إذن هذه إشارة أنه ما كانش عاشور العاشر الرابع لا خلاص عاشور ثلاثة خلاص في النهاية تاعه لا إذن عاشور العاشر